نقل وزير الخارجية سامح شكري رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس. جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء اليونان لوزير الخارجية سامح شكري الذي يقوم حاليا بزيارة إلى أثينا. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الرسالة استعرضت سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان والتطلع نحو دفع التعاون في إطار الآلية الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.